في الأرض. سجل اسمك واحفظ حقك، يبقى وجودك مفروض فرض. تعداد ونحصى وحدنا بيجمعنا احنا في الأرض. سجل اسمك واحفظ حقك، يبقى وجودك مفروض فرض. فلسطيني واسمك حقك في الإحصاء المركزي. أصلك دينك لون جدادك، أصلك دينك لون جدادك. ما بيعنينا أبدا صوتك، ما بيعنينا أبدا صوتك. أصلك دينك لون جدادك، أصلك دينك لون جدادك. حزبك حرية شخصية، أما إحصاءك هوية. حزبك حرية شخصية، أما إحصاءك هوية. تعداد السكان بنحصي حتى هالوحدة نحميها. تعداد السكان بنحصي حتى هالوحدة نحميها. وماخذين شوية معلومات من الأولاد يعني، ماشي. أو بعدين بالنسبة للتعداد يعني محكمينه عندنا باب الدار، يعني في علامات بتدل على إنه الجهاز الإحصاء المركزي موجود وشغال حاليا، وصار عندنا مفهوم يعني للكل. حتى البنت الصغيرة عندنا، ماما ليش هذا على السور محطوط؟ بكل عشان يحصونا قديش إحنا عدد السكان الموجودين وعدد البيوت يعني موجودة في السلفيت. ويعني فكرة بسيطة، يعني مفهوم بسيط، بس الحمد لله يعني إنه لازم أنتم موجودين. إحصاء وحدنا بيجمعنا احنا في الأرض. سجل اسمك واحفظ حقك، يبقى وجودك مفروض فرض. تعداد وإحصاء وحدنا بيجمعنا احنا في الأرض. سجل اسمك واحفظ حقك، يبقى وجودك مفروض فرض. فلسطيني واسمك حقك في الإحصاء. ثم نصلي على الرسول، من ثم حسب الأصول، بنحيي كل الزوار. الأهل فيكم أجمعين يا الكرام الغالمين، نحن وإنتو مجتمعين لهذا سامي المقدار. رح نتغنى يا أخي الآن على تعداد السكان في فلسطين، أغلى الأوطان وكل الدنيا والأرطان. المواطن بعينينا هو كثير بيعنينا، في حاضرنا وماضينا أولى مستقبلنا الأنوار. مواطننا الموفق نحن اللي فيك ويلكم حبايبنا. هلا يا أهل الهمة والذكاء والمودة والوفاء، نحن جهاز الإحصاء بلشنا الهمة بمشوار. بعدها مرحلة الترقيم، خطوة على الدرب السالم، شغل منظم تنظيم وتنقف منه الثمار. بلشنا بمرحلة الحزم في همة ونشاط وعزم، قسمنا بالأحمر سهم كل حي وحارة يا جار. هلا لازم كل أسرة كمان وتملى بنود الاستبيان، اللي توزع من زمان وعليك وعندك بالدار. رح نبدأ بمرحلة العد يعني هون إنسان وفرد جوا بيته رح ينزل. ب24 كانون الأول كل إشي بيقول، فحصه معدود ومضمون ومية مية عالمسار. واحد كانون الأول ببدأ العد وبتسلسل، ببدأ